البداية راح تكون إن شاء الله مع برنامج المسار في موسمه الثاني. خلونا نشوف البرومو لهالبرنامج ونرجع نكمل معكم. كل مسار لازم يكون ليه محطة. متسرع جدا. زمان كنت عصبي. محطة نضحك فيها. مفيش حاجة تديني فيها. ومحطة نتأثر بيها. ما تقولنيش كلام ما قلتوش. ليه أستاذ محمد نصر زعل منك في ألم زي كده؟ ومحطة نواجه فيها المستخبي. المشهد اللي هما بيشوفوه 3 دقايق احنا بنقعد نعمله في 6 ساعات. كل المحطات دي مش هنشوفها غير في المسار. حياكم الله. طيب مقدم في برنامج المسار أستاذ محمد غزي بيكون معنا الآن في اتصال. أتمنى كل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لهالبرنامج، طلباتكم اللي تبغونها مباشرة الآن تروح لهاشتاج البرنامج في ما سلك واستعرضها معاكم مباشرة، ومن ثم إن شاء الله نسولف معاكم عن هالبرنامج. طيب جاهز معنا أستاذ محمد؟ حياك أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير أستاذ خالد حبيبي. الله يحييك، عامل ايه حبيبي؟ طول لي عمرك يا مرحبا، منورنا والله من زمان. عن ما سلك ده نورك يا حبيبي، ونور مشاهدين ما سلك، ونور جمهور المجد كلهم حبيبي، منور. الله يسعدك يا رب. كنت رب بعدكم لو تشغلوا لي صوت المتصف السبيكر ويغلق في الهيدفون. طيب سام محمد، احنا برنامج المسار يعني برنامج ما هو بجديد لكنه متجدد. برنامج انطلق سابقا في جزء سابق، والان نتكلم عن جزء جديد لبرنامج المسار. ودنا نسولف معك عن برنامج المسار، الجزء هذا ايش بيكون فيه من جديد على حلقاته اللي ان شاء الله راح نشاهدها، وكذلك نبارك لكم طبعا قبل كل شيء عن انطلاقه البرنامج. جزاك الله كل خير يا استاذ خالد. وبرنامج المسار ده فعلا الموسم الثاني، وموسم جديد بفقرات جديده. احنا كنا متعودين نشوف في الموسم الاولاني بعض الفقرات اختلفت شويه، ودخلنا فقره جديده تماما، فقره جريئه وقويه شويه، حتى الناس يعني اتخضت لما شافت الفقره الجديده اللي هو خلف الستار. احنا بنسال اسئله يعني جريئه شويه، وبنقتحم حياه او الاسرار بتاعه الضيف اللي معانا اللي هو النجم من نجوم المجد يعني. وطبعا في ناس يعني في بعض الناس استاءت من الاسئله الجريئه شويه، لكن احب اقول لهم ان الاسئله احنا مش بنجرح في حد، او احنا مش بنحرج حد، احنا بنبقى عارفين احنا بنقول ايه، وعارفين احنا واصلين لاي مدى من السؤال، والسؤال هيوصل لاي منطقه. نعم. واحنا مضبطين كل حاجه ما تقلقوش. فهو بس هي فقره هنعرف اكتر عن النجم اللي معانا، ونعرف عن حياته واسرته كده يعني. طيب جميل. انا صراحه الصوت عندي شوي مشوش لاني ما اسمع في السبيكر هنا، بس لو يشغلون السبيكر هنا اسمع بشكل واضح. استاذ محمد بستعرض معك بعض التغريدات الان كانت موجوده في هاشتاج البرنامج، وبنعلق مع بعض. انا بقراها عليك واعطيني كل تغريده تعليق من كمقدم لهالبرنامج وندردش حولها. مستعد؟ جميل، تحت امرك. بس اكيد انه في سعه صدر يعني. لا في ولو ما فيش نبعت نجيب يعني، ما تقلقش. طيب راح نقال نجيب. طيب اعطونا التغريدات بسم الله. يلا التغريدات بتظهر الان معانا ورصدها لنا فريق البرنامج قبل الحلقه. وهنا عندنا اسماء تقول توتر وانصدم من السؤال رده فعله. السؤال يصدم وشخصي يعتبر يعني، او رده فعل على السؤال. فيا ليت الاسئله هذه اذا الضيف ما يبي يجاوبها ما يجاوب افضل، يعني تقصد انه يعطى مساحه من الحريه خاصه فيما يتعلق بالاسئله الشخصيه. وش تعليقك على هالملاحظه؟ انا يمكن اجبت عليه قبل ما انت تساله يعني. انا قلت لك احنا يعني البرنامج مسجل، فاكيد حضرتك عارف المسجل مش هنطلع باي حاجه الضيف مش راضي عنها، او الضيف احنا احرجناه. لا طبعا ما فيش احراج، احنا بنتكلم في حياته الشخصيه عادي، حاجه هو سمح بيها اللي احنا نتكلم فيها، ما فيش مشكله. واكيد مش هنتكلم في حاجه هو مش هيسمح بيها وهنخرجها على الشاشه وهو مش راضي عنها، ده لا يمكن يحصل، مش من عادات المجد يعني. أكيد. ان هي تعمل كده. طيب يعني احنا خلينا نقول انه لاسماء ولمن سال هالسؤال او وصل هالمقترح كل ما يتعلق بالاسئله الشخصيه في النهايه الحلقه مسجله، مما يعني موافقه الضيف على خروجه. لو كان مباشر قد يكون هناك مثلا كان في حرج ما كان راضي عنا او كذا، فممكن نستدركه في الحلقات القادمه. لكن البرامج المسجله عادتها دائما انها الضيف شافها رضى عنها، ولو عنده زعل على شيء معين فبالتالي راح يكون محذوف. طيب التغريده اللي بعدها. تفضل. التغريده اللي قدامنا تعطيني اياها.
يا جماعة الخير خذوها مني. اللي ورا ستار هذا محمد عادل ويمثل دور عم عجب اللي يمثل في مجد الأطفال، هل هو صحيح فعلا هذا اللي ورا الستار؟ ده سر المهنة ده بقى ما نقدرش نقول عليه لأن ده سؤال للضيف أصلا. يعني طيب أنا أحترم سر المهنة ما أقدر أقول يجاوب على مين اللي ورا الستار. فده سر المهنه، معلش انا اسف مش هقدر اجاوب. لا انا بالعكس يعني لو انه شيء ثاني ممكن اضغطك تقول، لكن هنا اتفق معك انه يعني صحيح انت راجل مقدم وعارف عارف سر المهنه. طيب عارف الاليه دي مهمه، لكن يعني لاحظ انه كيف الجمهور مركز حتى في التفاصيل البسيطه. طيب شوف التغريده اللي بعدها. طيب انا ما اقراها صراحه. هذه من امواج تقول ما حد يعرف سر الحب ايش والالفه في الشغل مع المجد، لكن نقول يا رب انه يديمها الود والمحبه والالفه والراحه وتكثر اعمالهم تجعلها في موازين حسناتهم. صراحه يعني انتم جبتوا لنا ناس من زمان ما جو، فكان في بعض الذكريات او كذا. هل في اسماء للضيوف القادمين؟ في معظمهم، يعني مش معظمهم، تقريبا كلهم جداد، ضيوف جداد، لان احنا كان عندنا موسم قبل كده كان فيه 18 حلقه ب 18 نجم، في نجوم جداد. الموسم الجديد 28 حلقه، ففي 28 نجم باستثناء تقريبا ثلاثه بس هم القدام، هنكمل مسيرتهم في المجد يعني. لكن النجوم كلهم جداد وهم طلبوهم، يعني الجمهور طلب اسامي كتير جدا وكل الاسامي اللي طلبت موجوده معنا في البرنامج. فكرتم مثلا تستضيفون احد من الرياض او من خارج القاهره بشكل عام، السعوديه، خاصة انه مسجل يعني يكون اونلاين او كذا؟ مش هينفع اونلاين، مش هيبقى فيه، لازم الضيف نفسه يبقى حاضر، انت فاهمني ازاي؟ يعني يمكن في الموسم الثالث نفكر نعمل كده هولوجرام بقى او حاجه يعني. لا يعني قصدك عشان ظروف الظروف الفنيه مثلا من سرعه النت وغيره يعني؟ والله يعني شوف انت بقى اي ظروف انتاجيه ولا نتيه ولا اي اللي تشوفه يعني. يعني انت بقى تيجي على حسابك يا استاذ خالد تنورنا. ليش لا والله قريبا نبشر. والله تنورنا، انت بتيجي على طول وبتنورنا حبيبي والله. الله يسعدك يا استاذ محمد، يلا الحقنا قبل ما خلص تسجيل. قبل ما ينسحب العرض. طيب ايضا باقي تغريده معنا اعطوني اياها. هنا تقول الاسئله الخاصه يا ليت او الضيف ما يبقى يجاوب، ما يبغى يجاوب تجاوز السؤال وشوفوا اللي على اللي بعده احترام الخصوصيه. طبعا احنا جاوبنا على هذه لكن احنا رصدنا اكثر من واحده حتى نبين انه في عليها. اعطوني اللي بعدها ايضا. بيب بيب اخر تغريده معانا. معلش انا لسه خارج من الدوام فلحقتش اروح، معلش. هذه هذا رياليتي يعني. بالضبط. حلقه اليوم حلوه والوقت والوقت ايش؟ ناسبني كثير وما توقعت ان هاني شخصيه ميمون كان يشتغل بالمجد من زمان، حسبته جديد. الله يكتب اجرهم يرفع قدرهم على كل ما يقدمه. وش معياركم اختيار ضيوف بشكل عام يعني؟ لازم يبقى نجم، يعني لازم يبقى يكون اشتغل في المجد والجمهور متعرف عليه او الجمهور حبه من خلال اعمال دراميه واعمال تلفزيونيه برامج يعني كده يعني. هو نجوم المجد المعروفين بالنسبه للجمهور. الحلقه اللي تقدر تقول انه بتراهن عليها هالموسم. قول لي ايه هي؟ هو احنا لسه بنسجل يعني، احنا لسه ما زلنا بنسجل. أيه. فانا مش هقدر اقول دلوقتي، احنا معانا 28 حلقه سجلنا منهم يعني حاجات بسيطه، مش هقدر اقول دلوقتي الحلقه اللي انا راين عليها او الحلقه اللي هي هتبقى مميزه. طبعا كل حلقاتنا او ضيوفنا مميزين، لكن مش هقدر برضو اقول دلوقتي ابقى بظلم اللي باقيين. جميل. انا قاعد اقرا في الهاشتاج اذا في شيء متعلق في برنامج المسار، لكن بشكل عام صراحه فيه رضا. لكن هنا مثلا في تغريده تقول انه لو تبكرون في وقته، يعني هذه ممكن تنقلها لفرع القاهرة عندكم. خالد انت بتدور على المشاكل صح؟ انت عملت تدور على هذا هو هذا هو هذا هو يعني هدف برنامجنا. شفت زي ما انا بدور برضو على الاسئله الشخصيه ونخور فيها. بعطيك تغريده ثانيه في مجال ثاني. طيب حنان تقول برنامج المسار يعجبني كثير، لكن اللي ما احبه فيه محدوديه التنوع في شكليه الفقرات، كل الفقرات وهم جالسين على نفس الكنبه، حتى صارت الفقرات كانها فقره واحده، ولا الباقي توب التوب. هي طبيعة البرنامج كده، يمكن لو في الموسم الثالث، لو في موسم ثالث إن شاء الله ممكن نطور يبقى فيه. والموسم الأولاني كان فيه حركة، كان فيه المراية كان بيقوم يتحرك، احنا كنا بس بنغير يعني عشان الناس ما تنساش. جميل. صفية تقول حلو إن في أشخاص جدد و24 حلقة لبرنامج المسار، هل ممكن تستضيفون محمود صابر، يحيى أحمد،
يعني هذه كانت أيمن عفيفي. هذه أسماء أكيد أنها وصلتكم وتصلكم ونزودكم فيها دائما كمقترحات للاستضافة. طيب نادي خارج مصر، فما يعني معظمهم خارج مصر، فأنا مش هقدر يعني مش هقدر أجيبهم. جميل. طيب خلاص، هذه تقريبا أغلب الأشياء. هل في حاجة تحب أنك تنوه عليها أو تذكرها في ختام المداخلة؟ طبعا أحبك يا شيخ، أحبك والله حبيبي. والله الله يحبك يا سيد محمد. والله أحبك، والله الله يكرمك يا حبيبي. الله يبارك حبيبي، انطلاقتك في مسألك، وموفق دايما يا حبيبي. وشكرا لاهتمامكم، وشكرا لسعيك الدؤوب علشان تنور على البرامج الشبكة وتاخد آراء الجمهور وتقرأ التغريدات. جزاك الله خير وشكرا لكم جميعا. أكيد هذا واجبنا دائما، وإحنا ما زلنا يعني في انطلاقة الدورة البرامجية، يمكن كثير من الأشياء ما اتضحت أو ما أعطيت لسه فرصة، لكن هذا بشكل عام شكر لبرنامج المسار ولكل العاملين عليه ولك أستاذ محمد غزي على هالبرنامج المميز. كل الشكر والتقدير. الله خير، السلام عليكم. الله يعطيكم العافية، شكرا لك. طيب بالروح.